أحسن الله إليكم. محمد إبراهيم مصري، مصري مقيم بالمملكة، يقول: اشتريت سلعة معينة نقدا ثم بعتها على آخر بالتقسيط ولكن بسعر أعلى مما اشتريتها به، فما حكم ذلك؟ جزاكم الله خيرا. إذا كنت قد اشتريت السلعة وقبضتها قبضا تاما فلك أن تبيعها بثمن حال أو بثمن مؤجل أو بثمن مقسط أكثر من ثمنها الذي اشتريتها به أو أقل أو مساويا، لا حرج عليك في ذلك. قوله تعالى: وأحل الله البيع، والأصل في المعاملات الحل إلا ما دل الدليل على منع. أما إذا كنت تبيع السلع قبل أن تملكها وقبل أن تقبضها ثم تذهب وتشتريها تسلمها للمستدين منك فهذا لا يجوز. قوله صلى الله عليه وسلم: لا تبع ما ليس عندك. نعم.